أنا محمد أشرف زروقي، نسكن في جبال جلود، عمري 27 سنة. مشيت اليوم انتخبت في المكتب اللي بحذينا في جبال جلود. قررت إني انتخب، بحب نحس روحي معناها محسوب في المجتمع، عندي صوت نلزمني نوصله. كان نجحنا ما نجحناش، خويا واحد اللي عليه عمله. مشيت تنتخب ولا صح؟ انتخبت ولا مازلت انت؟ تراه ليه مازال هو صاحبي مازلت انتخب. شكون انتخبت صح؟ ورقة بيضاء تكتب ولا لا ما عاد يصلح ثم هذا كل مصالحهم ناخذ مصلحتي حتى يا حتى انا دخلت انتخبت هيك قلت ناخذ ناخذ انا ما فهميش يطفي الورقة لا ورقة صغيرة لا في حد فما سردوك بالفيديو ما عرفت حد بالفيديو حتى نور كورة نحن حياتنا كورة ما خدمتش معاهم مش خدمت معاهم في الرئاسة يا خدمت معاهم عاش شلون خدمت عاش متابعين نحن نستعرفوا لا بحزير ولا بعبير خاطر كلها تحشي فيه كلها تكتب كلها لا ولا تحشي فيه كل كناثة كني يديه كلها تفرق في الفلوس يحشو فيه كل على بعض ايش لما تفرق فلوس مليل صباح ما دخلت على شيء مليل قلت كان فما فلوس تفرقت راي في الليل شكون خلطت في الليل ما خلطتش في الليل برمانونس لكن رقدت بشيء صرنا خبيت الرئاسة سمينة شكون اليوم 50 ورئاسة قدير كلها لا معاجها قدير رئاسة ما يثبت اعمل انتوما روبورتاج ما تلقوا حتى طفل صغير بشي يسوي كلها رسير كبار وشي الكبار شو مدخلهم الله وعلا شو مدخلهم ما كنت تدخل ما ننتخبش يكد يا ماما شو يا ودي عنا كيس يصلحوا فيه عنده 5 سنين مازال ما تقدش 5 سنين حفروه خلوه شو انا بلدي باش ننتخبها وانا مو عتمدنا فهمتني ياخو كل هات ياخو ايه مو تبعها شكون مش يحطوا هذاك مو يشد هذاك كلها تسرق بقشيش على بعضه مع بعض كلها مع بعضها شكون تخبر نادر بيش ما تستش اصوات يقولوني مساعدة قيس سعيد هوك ما عندك حتى حل مش مجيبها يا نادر قيس سعيد ايه مساعدة على خاطر يلزمها النهضة موجودة على جميعتك ترجمة هاكا من هنا ياكلوا من هنا والاخرين ياكلوا خلي ياكلوا بعضهم مو مش وحده كان باش تتشتت اصوات احكي فيها قال شدنا جميعه الترجمه قلب تونس نتاع المكرونه قال الاخت النيديه وخاصه النيديه حل بين على خيل النهضه يصلوا يحشوا فيها عارفين اما ما حطوش على بالك كملنا وحاجه منا وحاجه منا كاس ممنوع شكون ليه سامحني يا حاجه ما نعرفهاش انا ممنوعه انا نحب القروي تحكم فيا انا نحب القروي وشكون اللي وقفك انت قالت لي تو نجيب لك الجاي شو نجيب لك الحب شكون هذا شكون في الوحده تخدم الداخل في المركز تخدم في مش لهنا في المكتب والله قريبه حاجه ما نعرفهاش قلت براجي فيها عيب مش عيب نظن قلت لها امان انا ما زلت قلت لها امان ما تعرفش معناها مش عيب ما ثم حتى مشكله ما فيهاش عيب علاش انت تتجازي في كلاب خايب باش نسكت لك انا وما سكتلكش مش كون انتخبت انت؟ اللي حب القروي وهرة وهرة يا علي اخي ما شوفها بالوهرة اي ما شوفها ما شكون اللي حب يجي يخدم فما شكون اللي عليه مشات قبل ومشات قبل ومشات قبل خويا ومشاتش البلاد داخلة في حيط اصلا شبابنا مشي ولا انا كلامي غالط ليه كان كلامي انت حرة تحكي اللي تحب عليه كان مثلا تقول لي كلامك راهو مش غلط ويقول لك ودي راهو كلامي صحيح علي شبابنا تشوف فيها تشوف فيه كلها مسكينة لا كلها شادة لقهاوي وقاعدة اي ثم خدمة وجبال جلود فيها 76 معمل اي 66 معمل ولا حتى 100 معمل كلها جاد مشو خدموا هما مساكر وقبلوهم اي ما يسالش ما ثماش معامل يحبوا يحطوا خاطر البلاد فقرت البلاد ما فيها حتى شيء البلاد داخلة في حيط كل مرة عاملينها حزب كل مرة عاملينها حزب كل مرة عاملينها حزب ما ثم شيء وانت شو عندك فيه ثقة الحزب اللي انتخبته؟ ها؟ عندك فيه ثقة؟ عندي ثقة من الناحية من ناحية كل شيء هو يعاود
شنو عاملين مقارونه وعاملين عشنو هاي بوزه لو عاملك انت مالا ما دام شفتها مالا انت مش بالجنود ايه بوزه لو شفت شوي مقارونه شفت شوي مقارونه شفت مشيت انتخبت السباحه ولا شكون العصبه كان نمشي نفوتي انا شكون باش ننتخب ما انتخبش شكون باش ننتخب ديجا ما قايدش انت بالي نو قايدت انا كي جيت تمشي ننتخب ما جمنا فما حتى واحد كومباتيبل مع السيرفو نتاعي معناتها مع المونتاليتي نتاعي فما حد منطبق فهمتني كاو خليتها هكاك يعني قايدت وكاها وتا وقت نلقى واحد معناتها مناسب تو ننتخبو صح جيت قايدت باش نعمل بريزونس لاني موجود تونسي نحب اللي تحاسب اما انتخبتش على خاطر ما لقيتش كيما قلت لك كومباتيبل وكاها تو سامبلومون والله هي في جبال جلود صاحبي كيما ترى فماش بلايص وين الشباب باش ينجم فهمتني ولا يسيب طاقته فماش امن مستدب في الزناقي باش يبعدوا علينا الاحراب باش لعب هكا الاولاد الصغار ينجموا يمشوا يتلوا في حكايات اخرى تحللهم مثل تيرانية تعمل نادي شباب باش العباد تفهم كل تيرات اخرى وتجيب لهم ثقافة اخرى مش سايبهم كيس مع الفيراي ومع الحاكم ماشي جاي فهمتني حاكم اللي هو مش حاكم معناتها اللي هو مجرم اكثر منا واكثر من غيرنا خاطر يعطي رفلوا بسيوفه مش معناتها حاسيلو لازم تشوفوا حل هنا الانتوراج هو اللي هلك الشباب شباب راهو نظيف وخارج بالجلود برشا عباد ومن غير ما نسمي العبد معناتها تونس تعرف فرقة التسعة متاع صباح مشيت باش ننتخب قايمة ما نعرف فيهاش ما نعرف فيهم حتى واحد خاطر كل ما نعرفوا فيهم حتى واحد حتى يجي يقول لك وجه بالجلود وما نعرف شنو ما تلقاهوش من بعد انا مرة جابوا لي قايمة قال لي راه وجه بالجلود والله يا ربي العظيم النومي والله يا ربي العظيم سكنت عليه يجي ستة من الناس بحذايا في القهوة حتى واحد فيهم ما يعرف فرقة اليوم التسعة متاع صباح ماشي كل الناس تقول باش ننتخب ألقى زلبنيقة في الرومبوا هذاك صوروا بالله الرومبوا هذاك ألقى زلبنيقة في الرومبوا هذاك العبيد تبدأ ماشي باش ينتخبوا وهم يوجهوهم برا 24 برا 54 برا من على شنو ومنين هذوما من جبال جلود حرام حرام راك تزكي واحد ما تعرفوش راه من جبال جلود هذوما جبال جلود خويا ما ننتخب حتى واحد ونحن راهو جبال جلود كونتر الانتخابات وكونتركم يا مجتمع مدني باقم تسموا في رواحكم انتم مجتمع مدني رانا كنتر نحن رانا مواطنين عاديين اشترنا بطالة واخضر مشتر بطالة واشتر الاخر ربي يفرج عليه مسكين ارطال زطلة اخوانين الحكايات هذيك الكل 102 معمل معلم ما عاد ليش كياس يصلح دورة زبان جنود تلقى جي فيه كياس ما فيهوش حبرة فلوس المعامل ماشي للمؤسسة ماشي للاك ماشي لك البلايس نتاعهم هما نتاع المجتمع المدني نتاعهم نحن اخويا رانا نعانوا لهنا يا مجتمع مدني راي مش قلت معاكم انتوا تسموا بروحكم مجتمع مدني خاطر عطيكم ربي شويه فلوس راهو بدو ينحي لكم الفلوس ويعطيها لنا نحن راه هذه قسم من بالله من الكعكه قاعدين يوزعوا فيها فماش حزب مش يمد في الفلوس راه فضايح راه يا معلم شبيك تعرض على لأمي وما ذاك وقيدت على الكهرباء نحكي معك بالراس نطلع بالكهرباء انا ما قيدتش وانت اخذت انا من نور اللي نتخب يعني ما تظلم تنتخبوا غدوة كان غدوة كان يطلع مثلا الامور واضحة تقول له يدبر لي خدمة ما يدبر لي احنا جبال جلود مهم شيء اسمها مهم شونا هما نحن لبس عليهم ما كنسونا هما ونحن نولوا نعملوا بحاجات خايبة كان هما متفكرين تحس اللي انت عندك بلاد صاحبي باش كيف يرغى صاحبي بدو كعكة بدت تتفرق والعباد هذيك كل اللي تخزر لها راهي زيد ونصور بالتليفون ونجيب لك خويا هاي الست هاي ايش خويا هاي الثمن ايش خويا هاي ال 12 بالتصويره ويدخل بتليفونه ليك مية تجيب لي تليفون كل انت حطيت الورقة هذيك وحطيت هذيك هنيك هاتها اشبي انا بارك انت خبري
فلتين ولا فلتين بطال هذاك تقولوا ب 20,000 هو راهو عنده حزب لا هو يبدل له الفكره نتاعو يشوف 20,000 ما عندوش لا بكو دخان لا عنده قهوه لا عنده سيجاره لا عنده حتى شيء كيفاش حبوا السيد هذاك ولا تبيع وشري بالسيف السيد هذاك باش ياخذ من عنده 20,000 يبدلها ما نسيبوهاش البلاد كبير شعب ما فماش البلاد ما غير وما فماش انتخابات ما فماش رئيس وما فماش برلمان بالحق يمشي ننتخب انت ما تحبش هذاك حب ليش اللي حاجتك بيه انت ما تغركش العباد